السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. يبدو أن النجم الدولي الجزائري جمال بالعمري سيكون في طريق مفتوح للمشاركة كأساسيا لأول مرة مع أولمبيك ليون سهرة يوم الأحد، حيث أن المدرب الفرنسي لفريق أولمبيك ليون رودي غارسيا كشف يوم الجمعة خلال ندوة صحفية عن تعرض مدافعي الأساسي ديناير لإصابة عضلية. الرجل الأول في الطاقم الفني لفريق أولمبيك ليون الفرنسي أضاف أن مشاركة ديناير في مواجهة موناكو سهرة الأحد ما حل شك، حيث أن غياب ديناير سيجعل لاعب الشباب السعودي الجزائري جمال بالعمري المرشح الأبرز لخلافته في محور دفاع أولمبيك ليون، ونحن واثقين بإذن الله سبحانه وتعالى بأنه سيغتنم هذه الفرصة ويظهر للجميع قدراته العالية في الدفاع. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.